السلام عليكم. عايز تبقى مشهور على اليوتيوب، عايز يبقى عندك سبسكرايبرز كتير، عايز تبقى مشهور على فيسبوك ويبقى عندك فريندز كتير وفولورز كتير، عايز صفحات فيسبوك فيها لايكس كتير، مثلا عايز اكونتات تويتر فيها فولورز كتير. المجال اللي هقوله لك النهارده هو المجال اللي ماشي. انا بصراحه كنت داخل اتريق بكل صراحه، ولكن لما فكرت فيها شويه الموضوع فعلا يستحق انه يتعمل له حلقه، ويستحق ان محدش يتريق عليه. مجال الترندنج، المجال الترندي. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي عايش على الترند، اللي من غير الترند زي السمكه في البحر، من غير الترند ما يعيش، من غير الترند هو اوفلاين، من غير الترند ما عندوش ولا فيسبوك ولا تويتر ولا انستا ولا يوتيوب ولا اي حاجه. الانسان الترندي هو ده معنى المجال ده. نتكلم بعمق اكتر، هو الانسان اللي شبه الشخص ده بالظبط. ايه ده؟ ده اللي حسن نزلت اغنيه جديده؟ ده انا اخش اتريق بقى. وهو ده اللي بيحصل. اول ما بيلاقي حاجه نزلت على النت جديده، حاجه جديده نزلت، حاجه انتشرت، حاجه حصلت، على طول اتريق، انشر فولورز بقى 400,000 فيو، واو. تلاقي بقى فولورز وتلاقي فيوز كتير وتلاقي لايكس كتير، اوه الواد ده امور، اوه ده طلع برنس، مش عارف ايه، انت بتفهم. هو ده اللي ماشي عليه. ايوه يا جماعه، انا الصراحه كنت داخله اتريق، يعني كنت داخله اتريق، بس الدنيا يعني هي كده. ايوه هو المجال ده. هعلمك ازاي بقى تبدا في المجال ده. كل اللي هتعمله حاجات بسيطه جدا. اول حاجه انت هيكون معاك موبايل زي ده او كاميرا، الافضل يبقى كاميرا. تاني حاجه تكون وسيم شويه، او دي مش نقطه، مش يعني ممكن وممكن، يعني لو انت دمك خفيف قشطه، يعني المهم يكون دمك خفيف وهادي كده وبتعرف تتكلم وبتعرف تعمل مونتاج. بس اول ما تلاقي اي حاجه ترند جديده صدقني انت لما تشتغل على المجال ده هتفهم يعني ايه فيوز، هتفهم يعني ايه فلوس. فلوس يوتيوب هتجيلك فعلا، هتفهم، هتعلى اكتر مننا كلنا، كل اللي في مجال التقني انت هتعلى عننا كلنا. ايوه انت اللي بتتفرج عليا دلوقتي هتعلى عننا كلنا. اشتغل بس في المجال ده وهتشوف. كل مطلوب منك حاجات بسيطه جدا، افتح جوجل ترند، خش على اكتر حاجه الناس بتتكلم عليها، بتكلموا عن عوده نهائي دوري الابطال الاهلي والوداد. على طول اعمل فيديو اتريق على علي معلول، اعمل فيديو اتريق على عبد الله السعيد، تمام هتجيب فيوز برده بس هتتشتم. طيب حاجه تانيه، عايزين نرجع الناس اللي شتمتنا دي، اعمل فيديو اتريق على الزمالك، تمام جبنا فيوز واتشتمنا من الزملكاويه بس الاهلاويه ضحكوا. ايه ده نزل اغنيه جديده؟ ايه ده اسمه ايه اللي بيغنيها؟ ابو ابو ايه ابو ده؟ ايه الاسم ده؟ لا لا والله انا نازل بالتريق على الاسم. انزل اتريق عشان الناس تضحك. اتريق اتريق. هو ده الترند، هو ده الناس اللي ماشي عليه. ايوه انا داخل اتريق على ناس معينه بصراحه، في ناس معينه انا قصدها، ولكن انا مش هقولهم مين. نيجي لنقطة تانية بقى، الناس دي فعلا بتتعب، بتتعب فعلا، بتكلم بجد دلوقتي، الناس دي بتتعب، بتتعب في مونتاج الفيديو، تقعد 10 ساعات او يمكن 15 ساعة تعمل مونتاج. ناس كتير بتتعب فعلا في الموضوع ده، لان المونتاج بيبقى هو اصعب حاجة في الموضوع، لكن المونتاج مش صعب كمونتاج، بيبقى صعب كوقت. ايوه الوقت بيطول جدا في عمل مونتاج الفيديوهات دي بالذات، فيديوهات التريقة المسخرة اللي بتحصل يعني. بس هما بيتعبوا في مقابل كبير قوي، مقابل كبير جدا يا جدعان. لما يتعبوا مثلا في الفيديو 10 ساعات ولا 20 ساعه وبيعملوا فيديو في الشهر، الفيديو ده يحقق 400,000 مشاهده ولا 500,000 مشاهده، او اصلا هما مش محتاجين يعملوا فيديو في الشهر، هما محتاجين بس يلعبوا على ترند، اي حاجه ترند يشتغلوا عليها. مثلا نزل فيديو جديد لاي مغني بيتريقوا عليه، نزل مثلا اي حاجه جديده يتريقوا عليها مهما كانت ايه الحاجه دي، لكن هما بيحبوا يتريقوا عشان التريقه دي هي اللي بتجيب مع الشعب بتاعنا او بتجيب مع الوطن العربي كله، ولكن هم بيحبوا يستهدفوا مصر عشان الشعب المصري بيحب الضحك. المهم عايز تبقى مشهور، عايز تبقى كده، امشي مع الناس دي، اعمل كده، اتريق، صدقني التريقه هتجيب معاك، صدقني الناس بتحب الضحك، صدقني الشعب المصري مكتئب اصلا فمحتاج يضحك. وعلى فكره الناس اللي هتقول ان انت خرجت بره المحتوى التقني، لا ده المحتوى التقني، ده اول حلقه من حلقات المجالات اللي انا قلت ان انا هقول لكم على مجالات تبداوا بها يوتيوب. هو ده المجال الاول، المجال الاول والمجال الافضل والمجال الاسهل من ناحيه حاجات كتير ما عدا المونتاج شويه، ولكنه هو المجال الاول في كل حاجه، المجال الاسرع، المجال اللي هتنطر فيه بسرعه. لو هنتكلم عن مجال الكوميدي هتلاقي نادر احمد، تلاقي شادي سرور، تلاقي محمد خالد، كل الناس دي حتى في منهم دمه مش خفيف وفي حاجات كتير ما بتضحكش، ولكن الناس دي بتنطر بسرعه، تمام بسرعه جدا. يعني نادر احمد وصل في كام شهر 700,000 مشترك يعني دلوقتي. فانا بتكلم على الموضوع ده، ولكن ده هنسيبها الحلقات الثانيه. ولكن النهارده انا جاي اتكلم عن المجال الترندي، المجال الناس اللي بتتكلم على الترند فقط. كل شويه اي حاجه نزلت جديده ننزل اتريق، اي حاجه نزلت جديده ننزل نتكلم عليها، اتريق عن الرئيس، اتريق عن كذا، اتريق عن كذا، اتريق عن كذا. هي دي الناس اللي جاي اتكلم عنها النهارده. اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي من الحلقه دي، واتمنى تكون عجبتكم، واتمنى لو عايزين حلقات ثانيه بنفس النوع ده
ليه اتريق على حاجات برضو، وبرضو نقول المجالات وحاجات مهمة برضو في النوع ده من الحلقات. يعني اعمل لايك للفيديو، اهم حاجة تعمل لايك للفيديو عشان ده بيساعد بيوصل الفيديو للناس اكتر. عايز تساعد بشكل اكبر، اعمل شير للجملتين اللي بنقولهم برضو كل مرة، ولكن مهمين جدا فلازم نعيدهم. يعني شكرا عشان شفت الفيديو، واشوفك ان شاء الله بإذن الله قريب. سلام. Wake up, 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 wake up